فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا استيقظت من النوم وكنت قد احتلمت، يقول فهل هذا يقول إذا استيقظت من النوم وكنت قد احتلمت فهل هذا يعد منيا أو مذيا، وما الواجب فيه؟ إذا وجدت البلل، إذا أحسست بالاحتلام وجدت البلل فهذا جنابة بلا شك. كذلك لو وجدت البلل بعد النوم ولم تذكر احتلاما فإنه يجب عليك الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني ماء الاغتسال يكون بوجود الماء من الاحتلام، لأنه قد تحتلم ولا تشعر، لأن النوم ثقيل، قد يحتلم الإنسان ويخرج منه مني وهو ما يدري، يجد أثره إذا استيقظ. نعم. فمن استيقظ ووجد بللا فإنه يغتسل، لأن هذا جنابة لا يشعر بها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.